عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. احنا رجعنا لكم بقى من رمضان بالتقيل. التحديات بقى الواو واو واو. اوعى وشك يا جدعان كله كده يركن ويجي على التحدي بتاعنا. بالظبط كده. ايه شو كانت ركنه ده على جنب في رمضان؟ لا انا حبيت ادلعه النهارده عشان هو يخرجنا بكره. فحبيت ايه يعني ايه قلت كده ايه يعني اقدم السبت عشان الاقي الحل. ماشي تمام. وقبل ما تخشوا على الفيديو ما تنسوش بقى بالله عليكم يا جماعه بالله عليكم زودوا اللايك. بالله عليكم اللايك. بالله عليكم اللايك وتشيروا القناه. يعني بصوا تقولوا لاصحابكم قرايبكم كده اشتركوا يا جماعه. معانا ايه بقى؟ ذكر البط العملاق ده. البط العملاق ده معانا الملوخيه الخضراء والبطاطس والرز. صحيح. التحدي صحيح. على ايه بقى يا لولي؟ جامده. التحدي على نص البطه والرز والخضار براحتنا. ماشي موافق؟ تمام. انا حاطه شوربه هو ملوش فيها انا ليا في الشوربه. تمام ماشي. نبدا التحدي ونسمي الله. نسمي الله وتفضلوا معانا. النهارده التحدي جامد جامد جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شجعوني يا جماعه. ماشي بالله عليكم اول ما تخش على الفيديو ما تنساش تحط اللايك. شوشو مهبطه 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 مهبطه. الله بعمل كده ليه؟ الرز بقى ايه؟ يتزحلق. علي سمع الكلام يا احلام اهو نشاب تركي. اما نشوف بقى هيودينا فين. انا هقول لكم كل حاجه وكل اللي هيحصل. ماشي يا فطوم؟ كله بالتفاصيل. ده كان عنده مشكلة فعلا في المية معرفش ليه. ما بشربش مية إلا على الأكل. صح؟ معرفش أنت اللي تاخد بالك تاخد ملوخية؟ لا لما أخلص البطاطس. أنا جايبة معلقة كبيرة عشان ما أقعدش أروح واجي. فاهمين أنتوا؟ كل شوية هروح واجي. سامعني يوسف يا جماعة؟ استمتع بالبطاطس وبعد كده استمتع بالملوخيه. طب والبطه نستمتع بيه امتى؟ ممكن بعد ما نخلص البطاطس والملوخيه. لا والله ابلعوا حبه دول ملوخيه. الملوخيه الطازه يا جماعه ليها طعم تاني. يعني اللي مش متفرزه. البطاطس جامده. البطاطس دي نقطه حمراء. هتبدا بانهي حته في البط؟ انت مصممه ليه؟ ما تسيبيه لبكره. اسكتوا. بيقول لي ايه؟ طبعا اللي كانوا معانا في البث امبارح اللي هيفهموا. انا عماله اطبخ فبيقول لي ايه البطايه دي كانت عايزه محشي ومتفقين ان احنا خارجين بكره. قلت له اه يا علي بس النهارده بقى نعملها بخضار ومره ثانيه نعمل محشي. خلاني بطبخ واخده البطاطس اطبخها. قال لي انت هتعملي ايه؟ انت مش هتعملي حبه محشي بكره؟ يعني عايز ناخد البطايه واعمل عليها حبه محشي ونخرج. برده متركبه في دماغه. احمد الرجاله دي. انا هبدا بالورك. انا هاخد من الورك يا جدعان. عايز نفتح يعني بص يا احلام انتوا وفطان وابو تركي يعني ده بصل يا جماعه. ساب ديت لبكره هيجرى ايه؟ الدنيا هتطير. خلي بالك انت بتدبسني وهو سخن مولع. يعني سيبيها بنت يبرد براحته. يبرد براحته. نور يا علي. طب اقول لك حاجه ينفع نعمل له سندوتشات؟ ينفع. كلموا يا جماعه بقى انتوا. ردوا
انا مش عارفه اقطع. بصوا يا جماعه الصدر قد ايه نور. هات ماما المناديل جنبك، المبلغه ايدي مش نافعه. علي ده احذفي احذفي، تعرفيش نشمت يا ناصح؟ نشمتي ونشالك رشا يا بندق. اقص ولا ما اقصش؟ اجيبكم كده يا جماعه. ماما كانت هتبلق الدنيا عليا، ماما دلقت الاكل عليا. ربنا يسامحك يا ماما. صح والله، نزل في الطبق وطير البطاطس عليا والدنيا. بصي مش ها. يلا بقى نخش على التقيل. انا عايزه مرتب. وانت؟ لا. جميلة. مالك يا ماما بتتنهدي ليه؟ صلي على النبي. بصوا الورك قد ايه يا جماعة؟ بصوا بس ايه، على مين؟ مش على شوشو. الله بجد، الله انسى انسى. قولي لي انسى ايه ولا ايه؟ اللي فات كله حماده واللي جاي حماده تاني خالص. ايه رايك في الاكل يا ميدو؟ تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. انا بعشق البط. بعشق ايه؟ البط. هو طعمه خطير. علي بقى يحب اللحمه اكتر. يا لهوي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انا احترقت من حلاوه الاكل. مش عايز ملوخيه؟ ده حر. اجيب تاني؟ ده كفاية. طب ما عاوز اخد. اما يعوز ليه ياخد؟ اه. وانا عايزه اساعده ليه ويبوش اللقمه ليه؟ انا بوش وزروط كده. صدقها جامده قوي. جميله قوي اللي انت كنت جايبها الاخيره. الصغيره دي؟ انا بحب الملوخيه عمايل ايدي اكتر من بتاع السوبر ماركت. دي جايب لها الملوخيه دي يا جماعه. بصوا شكلها غريب كده، العود بالورق كله قد كده. بلدي. انت لسه لك ورك وانا سدر. عشان بص في عقاب، والعقاب مش هقول لك بقى، هوريك يعني، هطلع عليك القديم والجديد. ليه كده شوشو؟ كده ليه يا شوشو ليه؟ البصل ده احنا بنحبه. بطة تستاهلكم. تسلم ايدي. بالهنا يا روح ماما. الله.
بالراحة. صوت المعلقة فاطمها تولع فينا. طب ده بيعمل صوت في المعلقة. منديل يا شوشو. بس بتوقع الدنيا بس. انا باكل. انت شكلك هنكت. هنكت ولا اكل؟ ده انا هنكت بصراحه. وانا خلاص هتتعاقب. اتعاقب يا شوشو. انا اللي بعلقه بالعقاب. لو هتكمل نكمل. لا 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 اتعاقب. انا كنت رايحه على البط. انا هتعاقب. انا عايز اتعاقب يا جماعه. ماشي انا اللي بعلقه بالعقاب. البطاطس خطيره. ملوخيه اخضر. البط احلى. الرز والله الاكل كله 10. واللي عاملاهم احلى من ده كله. رجعت لكم بقى بالعقاب يا جماعه. والعقاب عباره عن ايه؟ هو قاعد يقول لي سامحيني ارجوكي ارجوكي. راحتك خالص. بس لما اجي اعاقبك مفيش عياط يا جماعه. انا بعيط؟ اه ده انا كفو عقابه. ماشي اسال التيك توك كله عليا. ما بتجوش على التيك توك ليه يا جماعه؟ التيك توك بتاعنا اسمه منوعات ام محمد البورسعيديه 2. انتوا فين؟ اه مش تيجوا على التيك توك؟ ده شاشه كفو عقابه. بصوا ده كمون اهو شايفين؟ كمون تمام؟ ودي طبعا احنا مش هنوسخ المعلقه اللي جواه يعني. انا جايبه لك معلقه. الله ريحته جميله يعني. خد بالك اللي بيحصل ده غلط. لا ده فطوم اللي قالت لي عاقبي علي بكمون. والله العظيم. او والله قالت لي ليه عقاب كمون. ليه يا فطوم ليه؟ طب بص هي قالت لي حبه صغيرين. انا كنت ماليه المعلقه فاديك حبه صغيرين. تمام؟ طب دوت بعد ما بيتاكل بيتعمل في ايه؟ ده هينزل هيطلع الغازات اللي في بطنك. بجد؟ اه وهيريح بطنك. صدق فعلا الكمون كان زمان العيال الصغير لما يعيط وكده ويبقى عنده مغص فيقول لك ايه؟ شفت بقى؟ اه اغلله كمون مع كراويه. اجيب لك كراويه ما عنديش. اه بس اغلهم مع بعض. لا احنا انت هم هيعملوا دويتو في بطنك. يلا بصوا يا جماعه علي شاف وعقابات. مش هعمل انا العقاب ده. ده تعمله يا بابا. لا يا ماما. انا شويه وقع على الترابيزه خساره. لا لا ده انا خايفه على بطنك يا علي. شوشو هتزعلي مني في العقبات. مش هزعل منك يا لولي. انت ما انتش كافه عقبات. هتشوف. يلا بقى يا شوشو هتزعلي. طب يلا ده بص من ايدي مش هيبقى كمون ده هيبقى ايس كريم. يا فطوم هتزعل مني في العقبات. تتي يا بنت هرجع لك تاني في التحديات. يلا بقى هزعل منك. هتزعلي. يا لهوي ده ساعة هنقعد نقول هتزعلي. مش هزعل. يعني هتبقي كفو؟ كفو 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 كفو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سمي يلا بسم الله. بس كده. طبعا الكمون لوحده وحش جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا بالله عليكم اللايكات 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 عشان نكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.